حار جدا. اوكي. اوه لا، الجو بارد. بارد، حار، بارد، حار. تحدي الحار او البارد. أوه، الجو حار جدا. الجو بارد. الحرارة رائعة، إنها أفضل من البرد. أحب البرودة جدا، الحرارة سيئة. حان الوقت لآكل شيئا. يمي. والآن آلة البوشار. تبدو شهية جدا. واو. يامي. وقت القليل من المرح. لنصنع بعض الثلج. لنصنع كرة الثلج. لذيذ جدا. ما هذا؟ لا أعرف ما الذي حصل. ربما أصيب بوشارك بالبرد. أوبس، لم أتوقع حدوث هذا. لنجرب هذا. لا أعتقد أنه ينجح. فانيا، أحتاج مساعدة. لقد تجمد مكياجي. لا عليك. واو. والآن سننتظر قليلا. إنها تنجح حقا. شكراً، لكن أصبحت مبللة. ماذا سأفعل؟ انتهيت، أصبحت جافة. شكراً فانيا، أصبحت ملكة الثلج الآن. هل رأيت؟ الحرارة مفيدة. سأذهب إلى جهتي الآن. أريد الشاي الساخن. ساخن. يا إلهي، فكرة، الثلج سوف يساعد. والآن أصبح الشاي ليس ساخناً. شكراً مانيا، هذا أفضل بكثير. هل رأيت؟ البارد أيضاً مفيد. أنت محقة. وقت الغداء. أصبحت جاهزة. هذه طريقة سيئة لطهي البيض. سأساعدك. ها.
جاهزة. تبدو شهية جدا. شكرا فانيا. لا عليك، هل رأيت؟ الحرارة جيدة. نعم، الطعام الساخن هو الأفضل. وقت المارشميلو. حريق 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 حريق. هل رأيت؟ الثلج لن يخذلك. هذا صحيح. أعرف ماذا سأفعل. أتشو 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 أتشو. هل تشعرين بتحسن؟ أفضل بكثير. شكرا فانيا. هل رأيت؟ الحر أفضل بكثير من البرد. فانيا، علي الاعتراف، الحرارة مهمة جداً والبرد مهم جداً أيضاً. نعم، أحب الحرارة أيضاً، لكن البرد أفضل. الحر أفضل. اليوم سنملأ حوض السمك بالماء ونرى ما الذي يغرق وما الذي يطفو. هيا بنا. واو. اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. أعتقد أن هذا كافٍ. وهذه لكم يا رفاق، ضعوا ما تريدون أن تجربوه هنا لنرى ما الذي يغرق وما الذي يطفو. أيضاً ماريا، ستيفي، داشا، وأليكس. فكرة. غزل البنات. أها. بوبيت. أها. بوبيت الجيتار. أها. ماذا سأختار؟ اليويو. أوه، الأثقال. أوه، ميدالية. صبارة. أعتقد أن هذا يكفي. لنرى ما في الثلاجة. الثلاجة. لنرى ماذا لدينا. أها. أوه، الكوكاكولا. لنرى إن كانت ستغرق أم ستطفو هنا. أعتقد أنها ستغرق. أوهوهو.
الصلصة الحارة، هل جربتموها؟ حارة جدا. أها، انتهيت. ماذا سأخذ؟ علبة الأقلام. العدسة المكبرة. هل ستغرق أم ستطفو؟ انتهيت. بطة. أها، أحب المعجون. أها، أليكس، واو، رائع، واو، أشياء كثيرة. لنرى ماذا يغرق وماذا يطفو. ماريا، ما رأيك؟ ستغرق أم تطفو؟ ستطفو. واو، تطفو. معجونة البلايدو، ما رأيك؟ هل ستغرق أم تطفو؟ ستغرق. تطفو. تطفو. ستغرق. ستغرق. ما رأيك ماريا؟ ستغرق. ستطفو. تطفو. واحد، اثنان، ثلاثة. واو، إنها تطفو. أنا أعرف. ما رأيكم يا رفاق؟ أيضا ما رأيكم؟ ستغرق. 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 هل أنتم متأكدون؟ نعم، بالطبع ستغرق. داشا، ما رأيك؟ ستغرق. تغرق أم تطفو؟ ستطفو. تغرق. لا، تغرق. لا. تغرق. لا. تغرق. تغرق. إنها تطفو. بالطبع. علبة كولا، ما رأيك؟ تغرق. 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 لا لا، تطفو. 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 آه، تطفو. 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 واو. تطفو. واو، إنها صبارة ثقيلة. ما رأيكم؟ إنها ثقيلة. ستغرق. 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 تطفو. تغرق. تغرق. تطفو. الصلصة الحارة والزجاجة غير ممتلئة، ما رأيكم؟ تغرق. تطفو. تطفو. لا أعرف. تطفو. تغرق. 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 إنها لا تغرق ولا تطفو. تغرق. إنها تغرق. حسناً، ماذا الآن؟ اليويو. يويو، ما رأيكم؟ تطفو. تغرق. تطفو. 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 ستطفو بالتأكيد. تغرق. نعم، تطفو. لأنها من البلاستيك. تطفو. أليكس؟ تطفو. تطفو. حسناً. تطفو. 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 فيها الكثير من الهواء. داشا، ما رأيك؟ تغرق أم تطفو؟ تغرق. 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 وكرة الجولف. تطفو. تطفو. تغرق. واحد، اثنان، ثلاثة. تغرق. نعم. تغرق. علبة فارغة، لماذا هي فارغة؟ لأن فانيا شربها. تطفو ثم تغرق. تطفو ثم تغرق. واو، عدسة مكبرة. تغرق. 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 تطفو. تغرق. تطفو. تغرق. 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 تطفو. ما هذا؟ علبة الأقلام. تطفو. 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 إذا وضعتها هكذا تغرق. تغرق. وهنا لدينا ميدالية، لمن هذه؟ ليفانيا. ليفانيا. نعم، لي. أفضل مغني في الكنيسة. لا، إنها لكرة القدم. حسناً، ما رأيكم؟ تغرق. 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 بالطبع. تغرق. غزل البنات، لدينا اثنتان، ما رأيكم؟ تطفو. 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 طبعاً ستطفو. لنجرب. تطفو. واحد، اثنان، ثلاثة. يطفو. بالطبع. لدي فكرة أخرى، لنفتح الطعام ونضعه بالماء. حسناً، غزل البنات. غزل البنات. ها؟ لقد اختفت. ضعها.
واو. الشيبس. هل أحببتموها؟ نعم. والآن لدي شيء آخر لكم، مفرقعات الجلي. اهدأوا قليلاً واستمعوا. هدوء. هل تسمعون؟ نعم. إنها تفرقع. وأخيراً وليس آخراً، حمام الجلي. جاهزون؟ نعم. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. مقرف. الشكل والرائحة مثل حساء جدتي. واو، تطفو أم تغرق؟ ياه مقرف. سنلعب اليوم لعبة الصندوق الغامض أنا وعائلتي. سأخبئ أشياء شيقة في الصندوق وعليهم الاختيار ما يوجد في الصندوق الغامض أو الأشياء التي سأحضرها. والآن ستبدأ المتعة. لنبدأ التحدي الأول. ستيفي، لدي تحدي صندوق الغامض. واو، يا له من صندوق كبير. هيا لنلعب. ما القوانين؟ إنها سهلة، عليك الاختيار ما بين الصندوق الغامض أو... لحظة. أو هذه الكرة الخضراء. واو، لكنني أعتقد أنني أريد الصندوق الغامض. هل أنت متأكدة؟ الصندوق الغامض. ستيفي، ماذا ستختارين؟ هذه الكرتان أم الصندوق الغامض؟ سأختار الصندوق الغامض. انظري. إذن هل غيرت رأيك؟ لا، ما زلت أريد الصندوق الغامض. حسناً ستيفي، يمكنك أخذه. هذا ما كنت أحتاج بالضبط. هاي، هذا غير متوقع. لنرى إذا كنا سنخدعها. داشا، لنلعب تحدي صندوق الغامض. واو، الصندوق الغامض. ماذا سوف تختارين؟ هذه اللعبة أم الصندوق الغامض؟ الصندوق الغامض. وماذا عن لعبتان؟ لا، الصندوق الغامض. هل أنت متأكدة؟ ماذا عن ثلاثة ألعاب؟ خيار صعب. ماذا يوجد بداخله؟ حسناً، لنرى. ماذا؟ فارغ؟ لا، لنرى بشكل أفضل. واو، إنها صغيرة جداً. تفضلي، هذا خيارك. على الأقل لم يكن فارغاً. إلى اللقاء، أراك لاحقاً. استمتعي. شش،
حسناً، لنغير الخطة قليلاً. أليكس، لنلعب تحدي صندوق الغامض. حسناً، لنلعب. أليكس، ماذا تختار؟ هذه اللعبة أم الصندوق الغامض؟ الصندوق الغامض. حسناً، أليكس، ماذا ستختار؟ هذه اللعبتان أم الصندوق الغامض؟ سوف أختار الصندوق الغامض. ثلاثة ألعاب أم الصندوق الغامض؟ لا، سأختار الصندوق الغامض. حسناً، الصندوق لك. هيا لنفتحه، هيا هيا. واو، ياي، أنت محظوظ جدا. لنختبر ستيفي مرة أخرى. هيا. أعطيك فرصة أخرى ستيفي. رائع، لنلعب مرة أخرى. حسناً، سلايم واحد أم الصندوق الغامض؟ أريد الصندوق. علبتان سلايم. أريد صندوق. ماذا عن ثلاثة؟ الصندوق. أربعة؟ الصندوق. وماذا عن خمسة علب؟ الصندوق الغامض. حسناً، ستة. حسناً، لقد اقتنعت، أريد ستة سلايم. حسناً، الخيار لك. كبيرة ولدي أنا صغيرة. كان ذلك قرارك. حان وقت المزح. جدتي تعالي. أوه مانيا، ما هذا؟ لنقم بهذا التحدي. جدتي، هل تفضلين الحصول على جهاز التحكم أم الصندوق الغامض؟ جهاز التحكم. متأكدة؟ ربما سيكون هنالك شيء أفضل في الصندوق. أريد مشاهدة فيلماً. لم أخطط لهذا. رفاق، لا تحاولوا خداع الكبار.